تسلم. الله يسلمك. الله يسلمك وبيك ان شاء الله. عرفوا عليكم من جيتوا؟ الجي الجزائر. من الجزائر. اه من الجزائر انا. انا الجي. الجي. اه ودولة وهران. 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 مرحبا بكم. اول مرة تجوا لتونس؟ لا لا شحال من خطرة جينا ديش. شحال من خطرة وانت؟ انا هذه اول مرة تاعي. اول مرة. انت خليك تنرجع لك خليني اول مرة به كيف كان انطباعك على تونس؟ اول مرة زرتها تونس كبلاد كيفاش؟ عجبتك ولا؟ لا الحمد لله عجبتني بلاد شابة مقية. الناس ها الحمد لله شابة مقية وعملنا جولة. شو الأماكن اللي مشيت شفتها يعني شو البلايص اللي عجبوك برشا في تونس؟ مشيت الحمامات. حمامات عجبتني حمامات سوسة كذلك شابة صايف ست حمامات وسوسة. وانت تدور وانت تدور هوني في تونس بتبيع ما تحس روحك اجنبي بتحس روحك براني معناتها تحس روحك تدور في وسط خوتك يعني في وسط خواتك. لا ما نحسش روحي اجنبي نحس روحي ندور في انا خاوه خاوه تونس الجزائر واك شغل راني في بلادي لا خاوه خاوه. ما كاينش حتى فرق. ها؟ ما كاينش حتى فرق يعني. لا ما كاينش فرق ما كاينش ما كاينش حتى فرق. وانت يا غالي احكي لي شيء اول مره جيت تونس ولا لا لا جيت شحال من خطره انا لتونس راني مقبل التوره كانت مليح مقبل التوره. بعد بالتوراه ومن بعد دوكا غلات شويه بارابور زادت شويه من غير تولي يتفرج فيك شو يقول معناتها من قبل الثوره وانت تجي لتونس زعما علي شنو السر في هذا؟ هذا حب البلاد ولا كيف ولا عجبتك برشا البلاصه؟ لا انا نجي شحال شابه تونس مليحه وتحوس بها بسر تحوس وسهلة لا كل السهله وهايله قاعدتك. شنو البلاصه مشيت شفتهم يعني؟ مشيت راس نجلا بنزرت منزل بورقيبه سوسه نابل جربه قريب قاع ان شاء الله تونسي وليت تونسي خلاص تونسي تونسي انا بلاس كلش كيف كيف كاع ما مونطاليتي وحده عقليه وحده وما شاء الله تانيك توانساك معايا راك في شويه شويه مليحه الحمد لله الحمد لله الحمد لله حنا كون جات ماشي مليحه ما نجوش ليها فنريحوا في بلادنا. جيتوا كيفاش معناتها في رحله ولا جيتوا بالترام ولا كيفاش؟ لا في طونوبيل وحدنا سياره سياره كرينا في حمامات انا كارين في حمامات وانا هنا دوكا وانا نحوسوا في العاصمه. شوفكم مش وحدكم عطاهم فاميك كلكم جيتوا اون جروب كامل. فامي هاوليك هذا وليد خالتي هذا وليد خالتي مرته ملهيك زوج ولادو بابا يما عين الدير انا غاشي دير قاع هنا. ما شاء الله عليك تظهرش متزوج يعني تظهر صغير. لا لا هاوليك المتزوج عنده زوج عنده توام الله يبارك طفل اولد نعم. الله يبارك فيك يبارك فيك. شو اسمك؟ اسمي عبد القادر من الجزائر. عبد القادر مرحبا بك عبد القادر. سلم. جيت انت وولاد خالتك وجيت معك المدام وصغيراتك. ايه ليش؟ اول مره تجي تونس؟ اول مره نجي تونس. عجبتك ولا ايه بصراحه؟ باهيه بزاف. باهيه بلا شابه. اسبانيا هو بيروح لاسبان هذا يروح لاسبانيا وهذه خطره الاولى تاعها هنا في تونس. تمام من اسبانيا جا هنا لتونس ديرك. من اسبانيا جا تونس. عجبتني تونس شابه. شابة برشا 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 برشا. شنو الأكلة اللي معناتها اللي كليتها في تونس؟ شباتي شباتي ملوي ملوي لبلابي لبلابي كفتاجي وحبتاجي حبتاجي فريكاسي فريكاسي هذا مكان أنا في دو جور ملي جينا أنا عادة كنديكو طعم بالحوت إيه مقارونة طعم بالحوت الحفتاجي بنين ولا؟ بنين بنين مين مم مقارون بنين المقارون الحفتاجي تحكي لي انت سامحني الحفتاجي تحكي لي انت بشو يتكون الحفتاجي كفتاجي 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 اسمه كفتاجي مش حفتاجي كفتاجي هسه حفتاجي غلط سمحت الكفتاجي شو احنا نعرفوا الكفتاجي اما الحفتاجي رانا بنعرفوا لا الكفتاجي الكفتاجي الكابا جابوا في كابا من ازيا وكل هنا سخنوا لنا اللي يبيع الكفتاجي ورجعنا حفتاجي بالحق بحليكم كي جروب الحق جوكم بحليه به المزيل ما جاش لتونس الجزائري المزيل ما جاش لتونس شنو تحب تقول له يعني؟ نقول له راك تضيع غير في دراهمك في جيجي الوكدا تونس هنا ما شاء الله بالصرف تحوس باطل صح ولا لا لا ما دار 2 دينار 3 دينار مش غالي مش غالي 20 دينار وراك خديت لافر 20 دينار و 20 دينار تعيش ما تأمش عقلك تاكل الحوت تاكل اللحم تاكل هذيك دابا غاي على السلامة الله يسلمك تعرفوا عليك شو اسمك؟ اش بيها هذه تصرعد عبالي تصرعد
ها اسلم الله يسلمك بيك في تونس الله يسلمك يعيشك. اول خطره جيت تونس هذه؟ لا لا واحده خمسه سته خطرات. اني صراحه خلينا شنو السر اللي خليك تجي تونس برشا مرات عليه؟ بس كنحبها مليحه فيها 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 التاريخ فيها بزاف حوايج شابين تحوا الامبيونس الجو هوني كيفاش بحار نابل خرجنا يعني سوسه رحنا لسوسه رحنا الباتو بيغات رحنا نجي ونجيب دراري نحوس معاهم حوسنا ما شاء الله. لا لا جينا فايج اورغانيزي في البيس. نعم شريت وخذيتو دي كادو دي سيفونير لي سيفونير اشافوا نجي نشري لي سيفونير سيفونير تاع تونس تاع سوسه تاع نابل كامل ما شاء الله. نحكيو شو على الماكله تاع الكوجينه التونسيه الماكل شنو ابن ماكله اللي تعجبك هوني طيبوها احنا ماكله بلا فيغيتي ها والله ماشي بنينه درسها بزاف حار حار وح ما تاكلش الحر بزاف نتوما دريس دريس عندكم ناكلوا الهريسه برشا هريسه برشا برشا نافع تزيري معناتها ياكل برشا حار ياكل بزاف نتوما لي ستو ما تخرجوهم بلاصتا ياسر اكليت فريكاسي ولا وشنو؟ فريكاسي فريكاسي هذاك انت تعرف الفريكاسي؟ ايه نعرف الفريكاسي فريكاسي ايه كليته بنين بنين بزاف بنين بزاف الفريكاسي تاعكم بنين تعرفوا عليك انت قبل دخلنا دول في الميك تعرفوا عليك شو اسمك منين جيتنا انت؟ انا اسمي ايا جيتكم من الجزائر. من الجزائر؟ اول مره تجي لتونس ولا؟ لا لا جيت بليزيور فوا. ما شاء الله شنو اللي خليك تجي لتونس برشا مرات؟ بون عندكم لي زوتيل انتم موان شير علينا لو طون اللي انتم هنايا نعقبوا سمانه احنا عندنا نعقبوا نهار. هي السما هذه هي اللي شغل جذبت لكم السياح بزاف. احنا عندنا شويه حوايج غاليين معناتها الوتله معناتها الوتله عندنا هوني معناتها مش غاليين برشا بارابور بصح لو كونتخيغ في الحوايج الاخرين على برا لي زارتيك احنا نشروهم على برا رخاص انتم عندكم هنايا غاليين. ايه في الوتله انتم رخاص في هذه الحاجه اللي شغل جذبتنا لكم. جيتوا معناتها جبتكم البلايص شنو البلايص مشيتوا زرتوهم شنو البلايص؟ رحنا لسوسه رحنا حمامات رحنا نابل بون غدوه عندنا كوكو بيتش هذا البحر اللي جاكم جديد. ايه هذا مش جنة جديد هو بحر موجود من قبل من قديم الزمان. هو كان من زمان بصح السنوي كي شغل ولا شايع عندكم بزاف. جينا باش نمشوا له بوكو بليس كانت الوجهه تاعنا لتونس اصلا على جالو اكزاكتومون جينا باش نكتشفوا واش عندكم جديد. ايه ان شاء الله تتفرهدوا ان شاء الله تعملوا جا. لا ميرسي بوكو. نرجعوا تو نحكوا على الماكله شو اكثر حاجه تعجبك في الماكله؟ انا بون قالوا لي شاباتي هو المليح عندكم دوك البارح ما عجبنيش بزاف بزاف. انا قالوا لي على شاباتي نصحوني به بون ابار شاباتي عندكم انتم ديروا داند مقلي عجبني. كليت الكفتاجي ولا؟ ما كليتش الكفتاجي تاعك. سلطه من شوي. ما كليناش ما كلينا سلطه مش ما كليناش سلطه مش كسكس نتاعنا التونسي بالعصبان بالحوت بالحوت ها كلينا الكسكس تاعكم بنين بزاف ها بنين بزاف بزاف ها عاملين جو شيخ الحمد لله الحمد لله. ما لقيتوش حتى معناتها اشكال معناتها مرحبين بكم هوني بالطبيعة؟ الحمد لله الحمد لله والله والله غير الحمد لله بالعكس يعملونا كي خاوسهم وكثر الحمد لله. ايه بيان سور صح 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 عندنا شويه ميرسي عندنا شويه الاهتمام الزايد بين احنا لي الجيريان حاجه باهي اهتمام برشا اكزاكتومون عايشكم ربي يحفظكم ان شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نشكروا بزاف ناس تونس وان شاء الله تجوا نقعدوا خاوه خاوه.